جد ظروفها دي حاجة كده جت مش مترتبة أكتر من اللي حلمت أنا بيه، يا بقى في إيديا سكة تشوفها تبقى بعيدة وصعبة ومتعبة، بس الحب بيعمل إيه؟ سهلها عليا. جد ظروفها دي حاجة كده جت مش مترتبة أكتر من اللي حلمت أنا بيه، يا بقى في إيديا سكة تشوفها تبقى بعيدة وصعبة ومتعبة، بس الحب هنستغرب ليه ده مكتوب لا سيبها على الله. يا ما قالوا لي ان الحب حبيبي بيجي كده وانا ما خدتش غلوة يدوب كام يوم والله، اللي جرالنا عمره ما كان على القلب الشكل ده، وهنستغرب تيجي اقول انك ليا مكتوب ليا من 100 سنة فاتوا، ولا تيجي اقول لك حاجة تانية قبل الدنيا وقلب انت حياته. تيجي اقول انك ليا مكتوب ليا من 100 سنة فاتوا، ولا تيجي اقول لك حاجة تانية قبل الدنيا وقلب انت مش ممكن اسيب اليوم ده يفوت الا انا قلت كلام مش مظبوط، عامل ان انا في البعد بعيش بس انا في البعد عمري بموت، عامل عادي قدام الناس وتشوفني تقول ده نسيت خلاص، بس انا والله نسيت الناس ومفيش في الدنيا الا انت وبس. يلا يلا يلا
أنا مهما داريت شوقي وخبيت بيبان على وشي إن أنا حنيت كل ما بسمع اسمك يا دقة قلبي بتخبط في الحيط موضوع قلبي ودايما زعلان خسيت النص وجالي دماغ قلت أنا لما بقول تعبان أكتر إنسان في الدنيا يحس يلا 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 وبحبك حب دلوقتي وحبك زي حب زمان وبحبك لما تكس
بحب المستحيل فيكي. يتقال انا مجنون، طب يتقال ميت مجنون. واحب نجمة لو طلع وعكس اللمعة في عينيكي. حبيبي حبيبي حبيبي